حضراتكم من جديد. من فترة الحقيقة والحكومة شغالة على دراسة إنشاء بورصة سلعية في مصر. مؤخرا تم الانتهاء من الدراسة دي، والحقيقة أنه هي كان ليها علاقة أكتر بهيكل المساهمين اللي هتتشكل منه البورصة. النهاردة تم الإعلان فعلا عن موعد بدء العمل بهذه البورصة، وهو يناير 2021. ده طبعا بيطرح الحقيقة عدد من الأسئلة. ما هو يعني إيه بورصة سلعية؟ وإيه تأثير القرار ده على ضبط الأسواق اللي احنا دايما بنطالب بيه، خصوصا موضوع الأسعار والاحتكار على سبيل المثال؟ هي أسئلة كثيرة بتدور في أذهاننا، ولكن خلونا نجاوب عليها مع ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. في كلمة الحقيقة بسيطة خلونا قبل ما نبدأ هذا الحوار لو تسمح لي يا دكتور، في مع الدكتور إبراهيم عشماوي أستاذ أو مساعد وزير التموين وتجارة داخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة على هامش المؤتمر الصحفي ده لاستعراض تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن البورصة المصرية للسلع. هي كلمة بسيطة خلونا نروح نشوف. هذه البورصة هتكون نقلة نوعية في التجارة في مصر، وهي إحدى الأسس الرئيسية لبناء منظومة تجارية كفء. حقيقة الأمر أن الموضوع هيعرض على مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم، ثم نبدأ في إجراءات التأسيس. إجراءات التأسيس عادة بتاخد حوالي أسبوعين أو شيء من هذا القبيل، وبعد كده بنبتدي في الإجراءات التنفيذية عشان بقى المنصة الإلكترونية، ونبتدي نعمل تسويق وترويج وتوعية للتجار والمزارعين عشان يبتدوا أن هم يسجلوا نفسهم في البورصة السلعية. دكتور خليني أسأل حضرتك في البداية، يعني إيه بورصة سلعية؟ البورصة السلعية هي عبارة عن سوق لتجارة السلع والمنتجات بالجملة، في تعريف بسيط جدا وواضح جدا، يعني أنا بجمع مجموعة من السلع والمنتجات في مكان معين وببدأ أحدد الأثمان بتاعة السلع دي وفقا للعرض والطلب. والهدف من البورصة السلعية على عكس الهدف من فكرة البورصة بشكل عام، يعني فكرة البورصة بشكل عام انها مكان لتداول الاوراق المالية. نعم. حضرتك تقدري تحققي من خلاله ربح من خلال المضاربة في الاوراق المالية، يعني بيزيد ثمن السهم او يزيد ثمن الورقة المالية اللي انت شارياها، فتبدأي تكسبي من خلال هذه المضاربة. المعنى بالظبط في بورصة السلع عكس ذلك بالظبط. ليه؟ لأن السلع والمنتجات غير قابلة لاختزان القيمة فيها، لأنها ليها تاريخ صلاحية معين. فأنت مضطر أن أنت تبيعيها، فبالتالي دايما هيعمل سيولة في السوق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا النهاردة عندي مثلا البقوليات، عندي القمح، عندي الفول، عندي الذرة. الأماكن دي ليها أماكن متنوعة للإنتاج على مستوى الجمهورية. ممكن يكون المزارع مش عارف في المنطقة اللي هو بيزرع فيها، مش عارف إن في منطقة تانية في الجمهورية فيها احتياج للمنتج بتاعه. نعم. فبالتالي هو بيضطر يبيع لأقرب سمسار بيجيله، وبالتالي هو بيشتري منه المنتج ده رخيص جدا، ويقدر بعد كده السمسار ده إن هو يضارب فيه ويبيعه في مناطق تانية بأثمان أغلى من كده بكتير. وده ترتب عليه وجود بعض المحتكرين ووجود بعض السماسرة اللي هم بقوا بيتلاعبوا في الأسعار. يعني من الملفت جدا ان مع هبوط لسعر الدولار كان المفروض ان كل السلع وكل المنتجات تبدأ ان يحصل فيها هبوط في أثمانها، لكن ده ما حصلش. صحيح. ما حصلش الا في السلع الاستراتيجية اللي الحكومة بتتابعها بنفسها زي السكر والرز والزيت. نعم. انما ده كان المفروض ينعكس على باقي السلع الغذائية تحديدا اللي بيحتاجها كل البيوت في مصر. طب ده ما كانش بيحصل ليه؟ لان انا ما عنديش مؤشر للأسعار على مستوى الجمهورية. انا ما عنديش مكان لرصد الأسعار. الحكومة عندها جهات لرصد الأسعار بتاعتها، لكن التجار والمتعاملين في السوق ما عندهمش مؤشر. أنا ما أقدرش أعرف النهاردة سعر المنتج ده كام، أو هو بيتباع في سوق الجملة بتاعه كام، برغم إن إحنا عندنا تجارب سابقة ناجحة في موضوع البورصة السلعية، زي ما كان عندنا زمان بورصة القطن. بورصة القطن دي كانت والفراخ وبورصة الدواجن طبعا الدواجن. كانت موجودة. هل شبه البورصة السلعية؟ طبعا هي نفس الفكرة، نفس الفكرة. يعني أنا النهاردة بعمل مناطق لوجستية، يعني الخطة اللي الحكومة عاملاها عبارة عن إيه؟ عبارة أن أنا هيبقى عندي 20 منطقة تخزين على مستوى الجمهورية. منطقة تخزين مش هتقل مساحتها عن 25 فدان. إيه اللي بيحصل في منطقة التخزين دي؟ بنبدأ نجمع المنتجات من منتجيها بالفعل بشكل مباشر. يعني المزارع اللي بيزرع ذرة أو اللي بيزرع قمح أو اللي بيزرع فول أو اللي بيزرع أي نوع من أنواع البقوليات هيبدأ يبيع المنتج بتاعه ده بشكل مباشر على منطقة التخزين. ما بقاش في وسيط،
ما بقاش في سمسار، ما بقاش في تاجر محتكر، لا كله هيتسلم الى منطقه التخزين التابعه للبورصه. من المزارع لمنطقه التخزين التابعه للبورصه. مين اللي هيشرف على منطقه التخزين دي؟ هيبقى في جهه رقابه تابعه لوزاره التموين، هي اللي بتفتش عشان تحدد مدى جوده المنتج ده، فبالتالي يقيم سعره وفقا لجودته، لان كل منتج فيه درجات من الجوده. يعني انا عندي قمح درجه اولى، قمح درجه ثانيه، قمح درجه ثالثه، فهو هيحدد سعر معين وفقا للعرض بتاع القمح ده على مستوى الجمهوريه مش على مستوى منطقه معينه. فبالتالي ده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه ان مش هيبقى فيه احتكار، مفيش تاجر لوحده يقدر يتلاعب في اسعار منتج عشان هو مخبي المنتج ده في المخازن بتاعته، لانه لو خبى المنتج ده في مخازنه اوريدي هيبقى فيه مصادر تانيه من على مستوى الجمهوريه بتقدم نفس المنتج. عايز اسال حضرتك حاجه في النقطه دي، ده معناه انه ممكن تقل اسواق الجمله؟ تقل يعني ايه اسواق الجمله؟ لانه انا كده من المزارع لاماكن التخزين او المناطق الاستراتيجيه اللي هتوجدها الحكومه للتخزين ومن ثم بيعها، فانا يعني الايد اللي في النص بتقل. السمسار شلناه، السمسار المحتكر. طب هي بعد كده السلعه دي بقى هتروح لاخر اند، لاخر حاجه بتبيع؟ طبيعي برضو ان انا كمستهلك، انا كمستهلك ده سوق جمله، انا كمستهلك مش هقدر اروح اشتري من سوق الجمله، لكن التاجر بتاع التجزئه هو اللي هيروح يشتري من سوق الجمله ده. والتاجر بتاع التجزئه وهو رايح يشتري هو برضو بقى عنده رؤيه واضحه للسعر، انا عندي مؤشر واضح للسعر للتاجر وللمستهلك. الهدف مش بس تخفيض السعر بالنسبه للمستهلك، لا، الهدف كمان حماية للمزارع. يعني ايه؟ انا لازم المزارع يبقى عنده دراسة للمخاطر. المزارع مش عارف هيزرع ايه المنتج اللي هيزرعه في السيزون ده عشان يجي في اخر الموسم يشوف هو هيحقق ارباح منه ولا لا. فطب المزارع هيختار المنتج اللي هيزرعه بناء على كثافة العرض من المنتج ده. يعني هو لما انا اشوف ان في البورصة ان المخازن متشبعة بالفول، يبقى انا مش هزرع فول، يبقى انا هختار منتج تاني اقدر ان انا ازرعه يكون في نقص فيه في السوق عشان انا كمان اقدر احقق ربحيه عاليه. ما هو انا عايز المزارع يحقق ربحيه والمستهلك هو كمان يتوفر له المنتج بسعر رخيص. ده هيتحقق ازاي؟ ده هيتحقق لما المزارع بالظبط يبقى عارف ايه المنتج اللي ناقص في السوق فيزرعه، فبالتالي يتوفر كميه من هذا المنتج في السوق، فده ينعكس بقوة العرض والطلب على سعر المنتج ده انه ينخفض، فالمستهلك هو كمان يتلقى المنتج بسعر مناسب ليه. كده يبقى احنا قضينا على الفوضى في التسعير اللي كانت بتحصل، قضينا على تجار الاحتكار اللي كانوا بيخزنوا المنتجات ويعملوا منها ازمات. فهي دي فكرة البورصة السلعية. الفكرة دي موجودة ونشأت في هولندا من سنة 1530، وتطورت الفكرة بعد كده 1620 وانتشرت على مستوى العالم، وبقت بورصة السلع موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1930، وظهر أول مؤشر للسلع في 1952 في الولايات المتحدة الأمريكية بيرشد التجار وبيرشد المستهلكين كمؤشر سعري لتطور الأسعار في المستقبل. طب ده هيسمح لي بإيه؟ ده هيسمح لي بمزيد من الاستثمار. يعني إيه؟ يعني أنا كواحد منتج ببص على بورصة السلع بشوف إن فجأة بقى في سلعة بتتباع بتمن عالي عشان هي المعروض منها قليل في المخازن، فده يسمح لي إن أنا كمستثمر أدخل أستثمر في توفير هذه السلعة، فبالتالي أنا هقدر أوسع من شريحة المتعاملين في الاستثمار في السلع والمواد دي وخاصة الغذائي منها. يعني بورصة السلع عشان برضو يبقى واضح للسادة المشاهدين، هي معنية بالمنتجات القابلة للتخزين، زي الحبوب وزي البقوليات وزي الحيوانات والمشاية والدواجن، كل الأشياء القابلة للتخزين هنقدر ان احنا ندخلها في بورصة السلع دي. خليني اسأل حضرتك، هل الدورة دي بتتم من تلقاء نفسها ولا ليها ادوات بتساعد ان احنا تبقى مستدامة ونحافظ على النظريات الاقتصادية كلها بنيت على نظرية حرية السوق. يعني ايه؟ يعني انا بطبيعة الحال لو في منتج متوفر منه كميات كبيرة في السوق فطبيعي ان سعره هيقل، وان لو المنتج ده كميات المعروضة منه اقل من الطلب عليها فطبيعي ان المنتج ده سعره هيزيد. البورصة دي هدفها انها تعرض المعلومات دي بشكل مسبق، يعني انت تبقي عارفة ان في نقص هيحصل في السلعة دي
قبل ما النقص ده يحصل. ما انا شايف المخزون اللي موجود في المخزن. بس يا دكتور بعتذر على المقاطعه، طب ما احنا عندنا حريه في السوق، في احنا عندنا فوضى وعشوائيه في السوق خالص. احنا عندنا فوضى وعشوائيه في السوق. في فرق ما بين الحريه والفوضى والعشوائيه. حريه في السوق دي معناها ان حضرتك مطلع على المعلومات اللي بتقول ايه المخزون اللي موجود في البلد والسعر اللي بيتباع بيه بسعر كام. احنا ما عندناش المعلومات دي، عشان كده هي اصلا الشركه اللي الحكومه بتدرس انشائها تقريبا هم حددوا راس مال 100 مليون جنيه عشان يكون لشركه البورصه الصناعيه اللي هيتم انشائها. ال 100 مليون جنيه دول هيستثمر منهم 25 مليون جنيه في قاعده بيانات بس. يعني البرنامج اللي هيتحط عشان يتم رصد السلع عليه من 18 منطقه تخزين على مستوى الجمهوريه، البرنامج ده بس هيتكلف 25 مليون جنيه، و15 مليون جنيه تانيين هيبقوا محطوطين في البنيه التحتيه في الادوات التكنولوجيه. فانا البورصه دي او الشركه، شركه البورصه الصناعيه اللي احنا بنعملها دلوقتي، هدفها الاساسي رصد الاسعار. يعني هدفها اكتر منه ان انا اعمل مناطق تخزين او مناطق لوجستيه، ان انا يبقى عندي قاعده بيانات للاسعار على مستوى الجمهوريه. ما ده كله زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور معناه حرية. هل بقى في آليات لمنع عودة الفوضى مرة تانية بدل ما سيبها لفكرة العرض والطلب في السوق؟ وتاني احنا العالم كله النهاردة بيسير في حرية السوق. لا تستطيع الدول انها تتدخل في التسعير. طب كان ايه سبب الفوضى في السوق دلوقتي؟ سبب الفوضى في السوق دلوقتي ان في محتكرين، ان حضرتك بيحتكروا من صغار المزارعين وصغار المنتجين. يعني ايه؟ المنتج قاعد في قرية أو قاعد في مدينة محدودة، هو ما يقدرش يوصل لكل التجار اللي على مستوى الجمهورية. لا. إنما لما هيبقى عنده منطقة تخزين واضحة يقدر يروح يبيع المنتج بتاعه فيها، هيبقى قادر إن هو يبيع المنتج ده بعيدا عن ضغط المحتكر عليه. وفي نفس الوقت مش هنسمح بتراكم المنتجات عند المحتكر ده، لا، المنتجات هتتراكم فين؟ في الأسواق بتاعة الجملة اللي هي المناطق التخزين اللي شركة البورصة دي هتبقى بتعبر عنها. فإذا أنا النهاردة قضيت على فكرة الاحتكار وفكرة العشوائية في تحديد السعر. يعني إيه؟ النهاردة حضرتك في فرق لما أنا أكون بحدد سعر السلع أنا كأحمد تاجر. أنا ببص على مخزني أنا بس أو على مخزن المنطقة اللي أنا موجود فيها بس، فوفقا لندرة السلع في المنطقة اللي أنا فيها دي أنا قادر أرفع أحط السعر اللي أنا عايزه وأرفع السعر. إنما لو أنت عارفة مطلع على السعر وعارفة أن في منطقة تخزين في المحافظة اللي جنبك على طول والسلعة دي متوفرة فيها، مستحيل أن أنت تقدر ترفع الأسعار، لأن تاجر التجزئة بدل ما هيجي ياخد من عندك بالسعر العالي، ما هو كمان هيبص على مؤشر البورصة دي ويعرف أن المنتج ده موجود في المحافظة اللي جنبه بسعر أرخص بكتير فيروح يشتريه من هناك. بس معنى كلام حضرتك أن الأسعار اللي هنشوفها في البورصة هي اللي هتبقى في الأسواق أو قريبة منها في أسواق يعني. الجملة لا، هي ده واقعيا. ما أنا بكلم عند آخر هنقف عند نقطة كويس يا فندم. أنا دلوقتي أصلا الأسعار اللي هتتحط على شاشة البورصة دي هتكون ناتجة منين؟ ناتجة من مدى المنتجات اللي اتباعت في منطقة التخزين. يعني المزارع طلع النهاردة 100 طن قمح، راح سلم ال 100 طن قمح دول في منطقة التخزين بسعر 1000 جنيه. ال 1000 جنيه دول هيظهروا على الشاشة ان انا عندي 100 طن قمح متوفرين ب 1000 جنيه، فهو ده السعر اللي هيكون عليه التداول. خلاص بقى واضح بالنسبة للدولة معلومة تانية غاية في الأهمية، ان تاجر الجملة بيبيع السعر ب 1000 جنيه، فتاجر التجزئة لو باعه ب 1100 لازم الدولة تاخد عليه مساحة ضرائب. لغاية دلوقتي الدولة لم تكن تستطيع تحديد هامش الربح في ما بين السعر اللي باع بيه تاجر الجملة وتاجر التجزئة. كمان أنا كمواطن هبقى عارف تاجر التجزئة الجشع من تاجر التجزئة المحترم. وأنا لما يكون سعر المنتج بيتباع قدامي مثلا زي ما كان بيحصل في بورصة الدواجن، لما أكون شايف إن سعر الجملة بتاع الفراخ بتتباع مثلا ب 20 جنيه وانا الاقي تاجر التجزئه بيبيعها لي ب 40 جنيه، يبقى تاجر التجزئه ده جشع، ده كده بيسرقني. يبقى لا، العيب مش في المنتج ده، العيب ان انا بتعامل مع تاجر جشع. فده هيترتب عليه ان الناس هتقدر تحدد التاجر المحترم من التاجر الجشع، لان سعر الجمله هيبقى واضح بالنسبه لنا، انما سعر الجمله في الوقت الحالي مش واضح بالنسبه لنا. حريه السوق النجاح فيها مش في ترك السوق في فوضى وعشوائيه،
ولا كمان في تدخل الدولة في فرض تسعيرة إجبارية، لا، حرية السوق في إن حضرتك تحمي التاجر وتحمي المنتج وتحمي المستهلك من خلال قواعد واضحة لممارسة التجارة ما بينهم. طب أنا بعمل ده إزاي؟ أنا بعمل ده من خلال إن أنا بعمل مناطق لوجستية، مناطق تخزين لوجستية بيكون فيها أسواق للجملة. التجربة دي اتعملت ونجحت في مصر من خلال بورصات الدواجن اللي كنا بنتكلم عنها، ولغاية قبل 2011 كانت دي محققة نجاح كبير جدا على مستوى الجمهورية، وكانت عاملة استقرار نسبي كبير جدا في سعر الدواجن. زي ما التجربة دي دلوقتي بتتعمل في محافظة البحيرة تاني في بورصة لبيع الخضروات والفواكه، بجمع كل المنتجين من على مستوى المحافظة ان هم يجيبوا انتاجهم من الخضروات والفواكه دي في مكان واحد في نقطة مركزية واحدة، وفقا لسعر التوريد اللي هم وردوا بيه السعر ده هيبقى هو المعلن. فبالتالي انا قادر كواحد مثلا من محافظة في شمال مصر ان انا لو المنتج ده مش متوفر في محافظتي او متوفر بسعر عالي ان انا اتنقل لمحافظة في جنوب مصر واجيب المنتج ده منها، وابقى انا قدرت ان انا احقق فوائد مختلفة. خليني اسأل حضرتك، المستهلك نفسه بقى يعرف منين اسعار اللي اعلنتها البورصة؟ هو البورصة بقى هيبقى ليها بوابة إلكترونية معلن عليها بالفعل، معلن الأسعار. عليها بالفعل الأسعار وبمؤشرات واضحة تقول له النهاردة المنتج ده موجود فين وموجود تكلفته كام. وهو ده الهدف. احنا النهاردة بنقول ان احنا بندي مساحة لزيادة الاستثمار في السلع والمنتجات اللي فيها نقص. يعني انت لما هتبقي شايفة ان في منتج ناقص هندي مساحة لحد انه يستثمر فيها، هدي مساحة للمزارع انه قبل ما يدخل على الموسم بتاعه يبقى عارف ايه المنتج اللي هيزرعه ولما يزرعه في المستقبل هيقدر يبيعه بكام. فانت بتوضحي الصورة بالكامل للمنتج وللمستهلك. و احنا بنتكلم كده عن حالة من حالات التكنولوجيا اللي تدخل المحلات والرقمنة ويعني هي احنا بننتقل الى تنظيم تجاري اكتر بشكل اخر. طبعا احنا كان عندنا عشوائية تجارية موجودة في السوق ان التاجر بيحدد السعر زي ما هو عايز يحدد، وفي تفاوت كبير، تاجر في القاهرة بيحدد سعر المنتج معين، تاجر تاني في الصعيد بيحدد سعر تاني لنفس المنتج، تاجر تالت في اسكندرية بيحدد سعر آخر، وكان فيه بيحصل بعض الاحتكارات على مستوى المناطق وعلى مستوى المحافظات. إنما لما يبقى فيه تعميم لسعر المنتج وإيضاح لمصادر وجود المنتج ده على مستوى الجمهورية، ده مش بس هيسمح للتجارة الداخلية إنها تنشط ولإن ما يبقاش في احتكار، لا ده هيسمح كمان بتصدير المنتجات. يعني إيه حضرتك؟ يعني أنا دلوقتي في دول أخرى بتستورد مننا منتجات وحصلات زراعية، لكن في دول تانية ما بتستوردش مننا منتجات وحصلات زراعية، وده ناتج لعدم علمهم بمدى توفر المنتجات والحصلات الزراعية في مصر أو أسعارها. إنما أنا النهاردة لما هيبقى عندي خريطة واضحة للأسعار في مصر ده هيسمح للعالم الخارجي بالتوسع في التعامل مع مصر، وهيدخلنا في مستوى أعلى من التنافسية العالمية، لأن هيبقى فيه شاشة واضحة بتقول للعالم كله مدى توفر المنتجات والسلع دي في مصر والأتمان اللي المنتجات دي متوفرة بيها. فده يسمح لمستوردين آخرين من على مستوى العالم ان هم يدخلوا في مصر. وانا كنت بقول لحضرتك على بورصة القطن، بورصة القطن كانت بتكون سبب ان مصر كان ليها كلمة عالمية في البورصات على مستوى العالم. يعني كانت انواع القطن المصري، وده معروف لغاية دلوقتي وموجود في كتب التاريخ، ان كان في نوع قطن مصري اسمه كارنك وكان في نوع قطن مصري اسمه منوف. الاسمين دول كانوا منتشرين على البورصات العالمية، وكانت البورصات العالمية بتستقي السعر من خلال البورصة المصرية. فانا هرجع تاني لنفس المرحلة دي، ان انا اقدر اربط السلع والمنتجات المصرية واعرضها على مستوى العالم وتكون مرتبطة بالبورصة الصناعية الاخرى على مستوى العالم. ده معناه انه في الزام على تجار التجزئة. الزام عليهم بايه؟ بعد ما يبقى فيه سعر واضح من خلال البورصة للاسعار. ونقطة تانية التحديث، انه لازم يبقى فيه سيستم، لازم فيه تحديث للعمل. اكيد، ولكن اللي هيبعد التاجر الجشع المستهلك في الاساس. لما حضرتك تبقي تقري النهارده تدخلي على الموقع الالكتروني بتاع بورصه السلع وتعرفي ان المنتج ده متباع في سعر الجمله بتاعه بسعر معين، مستحيل ان انت تقبلي تشتريه مثلا بهامش ربح اكتر من 10%. انت مش هتتقبلي ان انت تشتري من
التاجر الجشع ده، وده هيدي ميزة لتاجر التجزئة نفسه انه يبقى عارف مصادر متنوعة ان هو ما يضغطش عليه من خلال من التاجر تاجر المحتكر. احنا بنتكلم تجار الجملة، انا المشكلة الاساسية مش في تاجر التجزئة، المشكلة الاساسية في تجار الجملة والمحتكرين ان هم بيفرضوا اسعار معينة. انا النهاردة بكافح هذا النوع من التجارة الغير مشروعة، لان ده في تجارة بأقوات الناس، بحياة الناس، بيومياتهم، زي ما احنا بنتكلم كان طبيعي انه لازم ينعكس يعني انخفاض سعر الدولار على كل السلع. صحيح. ازاي ده ما حصلش؟ وفضلنا نسأل كتير ليه ما حصلش في الأسواق؟ بس ده حصل في حاجات، حصل في السكر، حصل في الرز، حصل في الزيت. طب ليه حصل في الحاجات دي؟ عشان الدولة تدخلت في الحاجات دي، انها رصدت الاسعار بتاعتها، نجحت قبل ما تحصل فيها ازمة، توفر احتياط استراتيجي منها. فبالتالي قضينا على الازمات الاحتكارية اللي كانت بتحصل في السنين اللي فاتت. لو رجعنا للسنوات اللي فاتت هتلاقي كان في سنة فيها ازمة سكر، كان في سنة فيها ازمة رز، الكلام ده انتهى واتقضى عليه لان الدولة عملت دراسة لمدة 5 سنين، شافت الازمات بتحصل في انهي اوقات في السنة، ونجحت انها توفر المنتجات دي في الأوقات دي من السنة. أنا بقى عايز أعمل كده في كل المنتجات الموجودة. طب أنا عشان أعمل ده هعمله إزاي؟ هعمله من خلال بورصة السلع. هيبقى معروف إيه حجم المخزون الموجود في المخازن من السلعة دي، فبالتالي لو أنا عارف إن في مخزون كبير منها فما فيش داعي للاستثمار فيها، أستثمر في حاجة من الحاجات اللي ناقصة. فأنا هبقى دايما متوفر عندي السلع بكميات أكبر من اللي السوق محتاجها، وبالتالي ده هيسمح باستقرار الأسعار محليا وقدرة أكتر على المنافسة العالمية في التصدير. وأنا عندي أمل في إن إحنا النشاط اللوجستي ده لازم يبقى موجود، وتحديدا في منطقة محور تنمية قناة السويس. أنا بتمنى إن مراكز التخزين ومراكز الحفظ اللوجستي نتوسع فيها أكتر في محور تنمية قناة السويس، عشان إحنا موجودين في منطقة عربية إحنا بنتمتع فيها بمزايا تنافسية، نقدر إن إحنا نوزع المنتجات عليهم. فإحنا من حقنا إن إحنا نحلم بموضوع بورصة السلع ده. أكيد الموضوع هياخد وقت لأن موضوع مناطق التخزين ده محتاج استثمارات مالية ضخمة. عايز أفهم نقطة من حضرتك، هل ممكن البورصة تبقى من خلال نشرة يومية على وسائل مختلفة، ولا لازم تكون من خلال منصة إلكترونية أو الإنترنت؟ هو هيكون من خلال منصة. يعني السعر ممكن يطلع وينزل في نفس اليوم كذا مرة؟ هو السعر يطلع وينزل ده لو إحنا قايم الموضوع على المضاربة زي بورصة الأوراق المالية. لا، إحنا بنتكلم في سلع متوفرة بكميات معينة واضحة. عندي وعارف أعدادها طبعاً، وعارف أنا استهلاكي السنوي منها قد ايه. فبالتالي انا هقدر، ده الهدف من البورصه، تحقيق استقرار اكتر للاسعار. يعني انا النهارده بواجه ان الحمد لله معدل التضخم السنه دي حقق اكتر هبوط حصل في خلال ال3 سنين اللي فاتوا. فاحنا عايزين مزيد من ده، يعني ده توفر المنتجات اكتر في مناطق التخزين هيسمح بمزيد من الاستقرار وهبوط للثمن. لان لما كل ما توفرت منتجات اكتر في السوق ده هينعكس على السعر بالهبوط، وده بشكل واضح هو اللي المواطن عايزه، وانا اظن ان ده الهدف الاساسي للدولة عشانه بتقوم بالخطة دي. عايز اسال حضرتك، الحقيقة ان الحكومة قالت ان هي هتبتدي ببعض السلع، 4 سلع، دي مرحلة اولى، قمح، سكر، رز، ودرق. ليه يا ترى السلع الاربعة دول؟ عشان دي اكتر اهم 4 سلع استراتيجية لا يستغنى عنهم اي بيت في مصر. وعشان التجربة دي احنا لازم نبقى عارفين ان في مشاكل هتقابلنا واحنا بنطبقها. يعني ايه؟ يعني لازم يبقى في رقابة وزارة التموين هتقوم بيها عشان تحدد مدى جودة السلع والمنتجات اللي بتتسلم لمناطق التخزين، وعشان تقيم الأسعار بتاعتها. فإحنا لازم نمشي الموضوع في خطوات ومراحل واضحة عشان ننجح بالمنظومة. ما أقدرش أبدأ بالمنظومة دي بكل السلع مرة واحدة، لكن أنا أقدر في خلال أول فترة أطبق المنظومة دي على أهم السلع استراتيجية بالنسبة لمصر، ثم نبدأ نعمم التجربة خطوة بخطوة على باقي المنتجات. عايز أسأل سؤال له علاقة بالمزارعين، هل ده معنى ان المزارعين بتوع جمهورية مصر العربية كلهم هيتعاملوا مع البورصة فقط، مش مع اي ايد تانية او مع تجار جملة تانية؟ مفيش اي الزام، مفيش اي شكل من اشكال الالزام، ولكن المزارع هيلاقي انه عنده ميزة نسبية بدل ما تاجر محتكر يتحكم فيه وياخد منه، وخاصة صغار المزارعين يتحكم فيه وياخد منه المنتج بسعر اقل من السعر اللي هو بياخده منه. لا، احنا نروح نبيعه لمنطقة التخزين وده يكون افضل.
افضل في ايه، في السعر ولا افضل في السعر بالنسبه للمزارع؟ يعني السمسار بيكون حريص ان هو يضغط على المزارع باعتبار ان المزارع الحلقه الضعيفه، المزارع قاعد على الارض بتاعته، ما عندوش علاقات، ما عندوش قدره على التواصل، ما عندوش القدره على الوصول لاسواق الجمله. لكن انا لما اجي اقرب له مناطق التخزين، لما يكون في كل محافظه منطقه تخزين او منطقتين تخزين، هيبقى المزارع ببساطه قادر يروح يبيع المنتج بتاعه في منطقه التخزين دي، وهو عارف سعر واضح موجود النهارده في البورصه. وده هيبقى على مستوى الجمهورية كلها، يبقى المزارع وصاحب المصنع كل الناس اللي عندها منتج يصلح انه ينزل بعد كده في البورصة، بدل ما يتلاعب فيه تاجر جشع او يتلاعب فيه سمسار محتكر، لا يقدر يسلمه بشكل مباشر ويكون واضح هامش الربح اللي هو اخده، ويكون واضح كمان السعر اللي اتباع بيه بالجملة. فبالتالي الدولة تقدر تاخد ضرائب على تاجر التجزئة، وتقدر تبقى عارفة السعر في الجملة اتباع بكام، ونبقى عارفين الاحتياطي الاستراتيجي عندنا من كل المنتجات قد ايه، فنقدر نعمل سيولة واستقرار في الاسعار. خليني اسال حضرتك، هل احنا عندنا فكرة ايه الضوابط اللي هيتم وضعها لاي سلعة لدخول البورصة؟ طبعا طبعا، اولا في قانون رقم 17 لسنة 2018، القانون ده حصل فيه تعديل لقانون سوق المال المصري. التعديل ده حصل السنة اللي فاتت، كان الغرض منه هو إدخال بورصات السلع وإدخال بورصات العقود الأجلة إلى سوق المال المصري كنظرة عامة. فالقانون ده نظم كل الإجراءات ووضع الجهات الرقابية اللي هتكون مسؤولة على الإشراف على النوع ده من البورصات. وزي ما وضحت لحضرتك، هيبقى في شركة خاصة من حقها أن هي تقوم بالدور ده. الشركة دي هتتم تأسيسها 50% مشاركة حكومية و50% مشاركة من القطاع الخاص، هيكون بالتضامن ما بين البنك المركزي وما بين البورصة المصرية وما بين وزارة التجارة والتموين. بيقوموا بتقديم 50% من التكلفة بتاعة تأسيس الشركة دي. آليات العمل بتاعة الشركة دي هيكون في إشراف من هيئة تنمية التجارة الداخلية، وهيكون في جهة فحص ورقابة من وزارة التموين على مدى جودة السلع وعلى مدى تناسب السعر اللي محطوط من للمنتج ده. ففي رقابة شاملة للموضوع، وفي تنظيم قانوني كامل للموضوع، والهدف منه مكافحة غلاء الأسعار. عايزة أسأل حضرتك، من وجهة نظرك ليه تأخرنا أن يبقى عندنا بورصة للسلع في مصر؟ عشان إحنا كان عندنا مشاكل في شتى مناحي الحياة التجارية والصناعية في مصر، فالخطوة دي من الخطوات التنظيمية اللي كان لازم تحصل، أكيد كان لازم تحصل، بس إحنا كل خطوة بتاخد مرحلتها في التنفيذ. يعني إحنا عملنا التعديل التشريعي بقى لنا سنة أو سنة ونص، النهاردة عملنا دراسة الجدوى بتاعة تنفيذ المشروع، عرفنا إحنا محتاجين فلوس كام عشان نعمل بيها المشروع، ووفرنا الدعم المالي. يعني في خطوات، الامور ما بتتعملش ما بين يوم وليله، لا، في دراسه اتعملت، في تعديل تشريعي اتعمل لتنفيذ الفكره، في توفير للتمويل بتاع تنفيذ الفكره، في بعد كده اختيار للكفاءات اللي هتقوم على تنفيذ الفكره دي. فاذا احنا ماشيين في مراحل، من اهمها الدراسه اللي اتعملت، الخطوه الثانيه كانت التعديل التشريعي، الخطوه الثالثه كانت الخطوات التنفيذيه اللي احنا ماشيين فيها. دايما البنى بياخد وقت، دايما عشان حضرتك تحلي اي مشكله متكتله على مر الزمن بيبقى الموضوع محتاج لحلول غير تقليديه، كمان الموضوع بيبقى محتاج لمخاطره منك، لان طبيعي ان احنا هنقابل مشاكل، طبيعي ان الممارسه العمليه اصلا لفكره البورصه السلعيه هينتج عنها مشاكل. فاحنا واخدين الموضوع بالتدريج وخطوه خطوه، لكن هو ده الطريق السليم للنجاح ولتنظيم الحياه التجاريه. فاحنا هنمشي في الطريق ده، هنمشي فيه بخطوات ثابتة، وهنحاول نحل المشكلات اللي هتقابلنا. المفروض البورصة تبدأ يناير 2021، حضرتك ايه الحكومة مفروض تعمله لغاية هذا التاريخ علشان نكون مستعدين بالمناطق اللوجستية اللي بتعمل بشكل مباشر في إطار البورصة السلعية، والمزارعين أيضا، يعني الدورة كلها تكون كاملة لبدء العمل بالبورصة؟ زي ما قلت لحضرتك، هم خطتهم الافتتاح في يناير 2021. يعني احنا معانا دلوقتي 12 شهر اللي هو السنة اللي احنا فيها. ال 12 شهر دول اللي بيتم تجهيز فيهم زي ما قلت لحضرتك 18 منطقة تخزين لوجستية على مستوى كل محافظات الجمهورية. فدي هتاخد مرحلة، المرحلة الثانية هو طبعا مقر البورصة نفسها. المرحلة الثالثة هو السيستم الكمبيوتر، البرنامج اللي بيتعمل عشان رصد الأسعار من على مستوى الجمهورية، وعشان يبقى ليه شاشة واضحة من
خلال الانترنت، الجميع يقدر يعرف من خلالها الاسعار، ويبقى في مؤشر واضح للاسعار، يبقى معروف ايه اللي حصل. المؤشر ده هيتغذى بقيم الاسعار في مصر في خلال الخمس سنين اللي فاتت. يعني في دراسه عملتها البورصه المصريه وعملتها وزاره التجاره والتموين عن مدى استقرار الاسعار في الخمس سنين اللي فاتوا، فكل ده هيترجم في خلال ال 12 شهر دول، عشان فعلا في 2021 حضرتك تقدري تفتحي منصه الكترونيه تلاقي الاسعار واضحه عليها، وتلاقي المنظومه دي تعمل بكفاءه في خلال الاربع سلع اللي احنا قلنا ان احنا هنبدا بيها. كان المفروض يبقى في دخول للاسمنت والحديد يا دكتور؟ كل السلع هتدخل البورصه، كل السلع لازم تدخل البورصه السلعيه. اجلوها ليه من المرحله الاولى؟ ما احنا قلنا ان كل منتج احنا هندخله هنلاقي فيه محتكرين، وهتقابلنا فيه مشاكل مع المحتكرين دول. انت وانت بتقضي على الفساد خليكي عارفه ان الفاسد هيقاومك، فانا محتاج النهارده ان انا ابدا اركز سلعه سلعه من الاهميات، السلع الاستراتيجيه الاول، ثم السلع الاقل اهميه وبالتدريج. فان احنا نبدا باربع سلع دي رغبة مننا في نجاح التجربة. يعني يمكن الخوف ان احنا لو بدأنا التجربة بعدد ضخم من السلع تواجهنا مشاكل ضخمة، فاحنا بدأنا بالاربع سلع دول كخطوة تدريجية. لكن انا طبعا اتمنى ان كل السلع الموجودة في السوق المصري تكون موجودة في البورصة دي. مين يرفض التنظيم؟ يعني ما يفوتش التنظيم الا الانسان اللي ناوي يعمل شيء غير قانوني او شيء غير سليم، او اللي ناوي يحتكر سلع معينة على حساب الناس او على حساب معيشة الناس. انما اي حد جاد واي تاجر محترم بينظر لهامش الربح المحترم ما عندوش اي مشكلة في موضوع بورصة السلع. في نقطة حابين نفهمها من حضرتك برضو، هل البورصة دي داخل فيها السلع المصرية فقط ولا داخل فيها ايضا أي السلع المستوردة؟ اي سلع موجودة في منطقة التخزين، اي سلع احنا موجودة وعايزين نعمل لها سوق تخزين نقدر نعملها. القانون النهاردة بقى بيسمح، وبالعكس مش الشركة بس اللي الحكومة هتعملها، ممكن نعمل شركات اخرى لسلع اخرى. القانون النهارده فتح المجال، التعديل التشريعي اللي اتعمل فتح المجال لدخول مصر في بورصات السلع بكل المستويات. احنا النهارده عندنا اليات تشريعيه تسمح لنا ان احنا نعمل نشتغل على بورصات السلع وعلى بورصات العقود الاجله بكل المستويات. كان في تصريح من دكتور ابراهيم عشماوي الحقيقه بيقول فيه، هو مساعد وزير التموين والتجاره الداخليه ورئيس جهاز تنميه للتجاره، هنحتاج 36 اسبوع لنرى البورصه تعمل في منتهى الكفاءه. اشمعنى 36 اسبوع برايك يا دكتور من وجهه نظرك؟ انا في تصوري المساله هتاخد اكتر من كده. في تصوري دي تكنولوجيا جديده احنا بنطبقها، ولسه بنرصد اسعار، ولسه بنشوف المنتجين. وعشان المنتجين نفسهم يعرفوا مناطق التخزين، وهتقابلنا مشاكل في استلام المنتج ودرجات جوده واصحاب النفوس الضعيفه اللي بيستلموا المنتجات والرقابه عليهم. المسألة ليها جماعة زوايا كتير، يعني حل المشكلات ما بيكونش بالسهولة دي، لا ده في خطوات تنفيذية خطيرة جدا ومهمة جدا لنجاح التجربة دي. يعني أنا عشان أقدر أقول إن التجربة دي نجحت لازم فعلا المنتج اللي سعره على الشاشة يبقى بنفس درجة الجودة، بنفس الكمية اللي معروضة موجود في مناطق التخزين. فمسألة الربط دي مسألة محتاجة إشراف ورقابة مباشرة كبيرة جدا. دكتور أفهم من كلام حضرتك التحدي الأكبر في العامل البشري ولا في الفنيات؟ في العامل البشري طبعا. في العامل البشري طبعا، لأن التجارب السابقة لمصر أثبتت إن إحنا واجهنا عدة مشكلات في المسائل دي. فإحنا عشان كده ده الحرص على ليه أربع منتجات في الأول، ليه واخدين الموضوع بالتدريج البسيط ده، لا احنا واخدين الموضوع عشان نجاح التجربة. التجربة دي يا جماعة لازم تحصل ولازم تنجح، لأن هو ده مستقبل التجارة مش في مصر بس، ده على مستوى العالم. العالم كله النهاردة عنده مؤشرات واضحة للسلع، محدش بيصحى الصبح يتفاجئ ان في سلعة فجأة سعرها ارتفع بدون مبرر. ليه؟ لان معروف استهلاك الشعوب قد ايه من السلع، والاحتياطيات المتوفرة حجمها قد ايه. فاحنا بس كنا في فوضى وفي عشوائية. النهاردة الدولة بقى لها حوالي 3 سنين بتدرس الفوضى دي والعشوائية دي، وعملت لها معدلات ودراسات، ونجحت من خلال المعدلات والدراسات دي في القضاء على الأزمات اللي كانت بتحصل. النهاردة احنا خطتنا نعمم ده لباقي السلع عشان المواطن يحس فعلا بنتيجة التنمية. طيب من وجهة نظر حضرتك ومن خبرة حضرتك، في وقت قد ايه ممكن نقول ان احنا مثلا على بعض السلع انهينا شكل الاحتكار؟
مش اقل من سنتين مش اقل من سنتين على بال ما السوق يبدا يتكيف يعني. بس دي حاجه ان انا اقول انا بدات النهارده وفي خلال سنتين هتكون المشكله دي اتقضى عليها، فده نجاح كبير جدا لمصر يعني. وخاصه زي ما بنقول ما نجحنا احنا خلاص قضينا على الازمات، فين ازمه انبوبه البوتاجاز اللي كانت بتحصل في الشتاء، فين ازمه الرز، فين ازمه السكر، فين ازمه الزيت. تجاره الازمات الحمد لله نجح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادته الحكيمه لمصر في القضاء عليها. لكن لسه عندنا مزيد من التجار المحتكرين، يمكن يكونوا في دوائر ضيقة أو في دوائر أصغر من اللي كان بيحصل في السابق، لكن أنا عندي رغبة أن المواطن يبدأ يحس بنتيجة التنمية وخاصة في المنتجات والسلع الغذائية، لأن دي بتشكل جزء كبير من مصاريف الأسرة المصرية. فأنا أتمنى أن احنا ندخل أكبر قدر من السلع والمواد الغذائية في بورصة السلع عشان المواطن حياته تتحسن بجد. طب سؤالي الأخير بقى يا دكتور، أنا عارفة إن في بعض النقط أنا نقاط بعيدها بس يعني للفهم، وحضرتك يعني الأول حاولنا نفهم يعني إيه أصلا بورصة. طب إمتى البورصة السلعية نقدر نقول إن هي جابت نتيجتها ونشوف توازن في الأسعار في السوق من برضو خبرة حضرتك؟ البورصة السلعية هتجيب نتيجتها من يوم افتتاحها، يعني من في يوم السوق؟ من طبعا انعكاس الاسعار في السوق طبعا دكتور؟ في الاربع سلع اللي احنا بنتكلم عليهم دول 2021 هيحصل فيهم تغير كبير. خلاص انا هرجع اكلم حضرتك اكيد ماشي. اول لما السعر هيتحط على الشاشه انت مش هتقبلي غيره، يعني في حاجه في نظريه كده في السوق، انت كتاجر تجزئه هتروحي لتاجر الجمله اللي بيديك السلع غاليه وهي قدامك على شاشه البورصه رخيصه؟ مستحيل. انا كمثلا انا كراجل بشتري دوره، كواحد عندي مواشي وبشتري للمواشي دي دورة، أروح ليه لتاجر جملة عنده السعر غالي جدا لما أنا ممكن أروح أشتريها من مناطق التخزين بسعر أرخص؟ فالناس هتبعد يعني. في حاجات عند التجار ما بيهزروش فيها هي الأسعار. يعني الأسعار دي عنده النهاردة أنا مش أنا عرفت أن المنتج اللي الراجل كان محتكره بيبيعهولي ده إيه ده، لأ ده البورصة موفراه بسعر أقل، لأ أنا أروح أشتري منها. مفروض ما حدش فينا يهزر في الأسعار الحقيقة دكتور، يعني ما حدش هيعمل كده يعني. صحيح. فمن يوم افتتاح أول لما هتظهر المؤشرات على الشاشة أو لما ده هينعكس على السوق، هينعكس فورا على السوق. أنا أخيرا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات، الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري في الدولي في الجامعة البريطانية. شكرا يا دكتور. مشاهدينا الكرام انتهت المواجهة لليوم، أشوف حضراتكم غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.